ولمزيد من التحليل حول القمة الثلاثية في الأردن معنا عبر الهاتف من رام الله محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني. أهلا بك معنا سيد هباش. يعني بداية قمة العقبة، قمة مصرية أردنية فلسطينية، ما قراءتك لمخرجاتها؟ هذه القمة هي قمة تأتي في الإطار الطبيعي، في إطار التشاور المستمر وتنسيق المواقف بين الأطراف العربية، وبالذات الأطراف العربية ذات الصلة المباشرة بالشأن الفلسطيني، وأعني بذلك مصر والأردن وكذلك الرئيس الفلسطيني. هذه القمة كما أشرت أو كما قلت تأتي في الإطار الطبيعي. نحن نواجه الآن أزمة كبيرة بسبب العدوان الإسرائيلي، أزمة لا تقف عند حد الشعب الفلسطيني أو حد الأرض الفلسطينية، وإنما أزمة تهدد الإقليم بأسره، خصوصا أنه العدوان الإسرائيلي يستهدف كما يصرح قادة الاحتلال، يستهدف اجتثاث الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية، وهذا كما يخططون سيكون على حساب دول عربية مجاورة مثل مصر والأردن، وبالتأكيد أيضا على حساب الشعب الفلسطيني. نعم، لكن اللاءات المصرية التحدي أن يكون هناك المستشار واضح وموحد. نعم، اللاءات المصرية واضحة في كل مناسبة وفي كل زيارة، وتم التأكيد عليها اليوم في هذه القمة، لا للتهجير لا لتصفية القضية الفلسطينية. إلى أي مدى هذه اللاءات المصرية حتى هذه اللحظة تقف حائطا أمام محاولات الاحتلال لتنفيذ مخططاته برأيك؟ الموقف المصري من التهجير والموقف الأردني كذلك هما حجر زاوية في منع وإفشال هذا المخطط. من اليوم الأول للعدوان نتنياهو لم يتورع عن التصريح بمخططه والتصريح بنواياه، ولولا الرد المصري الصارم والرد الأردني أيضا الواضح بمنع التهجير وبعدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية، ربما لكان نتنياهو أو دولة الاحتلال قد نجحت ولو جزئيا في تحقيق هذا الهدف العدواني. لكن الموقف المصري موقف مركزي، موقف يستند إلى موقف ثابت من القضية الفلسطينية، منع تصفية القضية الفلسطينية وإسناد الشعب الفلسطيني على مدى كل السنوات الماضية وإلى الآن. طيب، هذا يعني هذه المخرجات وهذه القمة تأتي في وقت فيه زيارة لبلينكن في المنطقة، ما الذي تعكسه برأيك؟ ما الذي تلمسه من هذه الزيارة لبلينكن في المنطقة وهذه الجولة؟ موقف الولايات المتحدة بالتأكيد هو موقف مهم، ولكن وحتى الآن مع الأسف الشديد منحاز بشكل كبير لصالح الاحتلال الإسرائيلي. من المهم أن يسمع المسؤولون الأمريكيون مواقف عربية متفقة وموحدة ومنسجمة مع بعضها البعض لكي يتغير الموقف الأمريكي ولو جزئيا باتجاه ما يجري. حتى الآن أمريكا تتبنى العدوان وتسند العدوان، وإذا لم يتغير الموقف الأمريكي فستكون هناك مشكلة كبيرة. من أجل أن يتغير الموقف الأمريكي يجب أن يكون هناك موقف عربي قوي، موقف عربي داعم للحق الفلسطيني، وموقف يخاطب الولايات المتحدة الأمريكية باللغة التي تفهمها، وهي لغة المصلحة وليس فقط لغة القانون الدولي والمبادئ والأخلاق. طيب سيد محمود، تحدثت عن الموقف المصري، الموقف الأردني، وأيضا الموقف الأمريكي، لكن ماذا عن الموقف الفلسطيني الداخلي في ظل هذه الأزمة؟ هنا أتحدث عن السلطة الفلسطينية الوطنية، أتحدث عن وحدة ولحمة الشعب الفلسطيني وكل الفصائل متجمعة واحدة على هدف واحد، على بالتأكيد أكيد يعني ضد الاحتلال. إلى أين وصلنا في هذا الملف الداخلي الفلسطيني؟ من المهم التأكيد على ما تفضلت به،
لأن الوحدة الوطنية الفلسطينية هي صمام أمان للموقف الفلسطيني وأيضا للموقف العربي بالمناسبة. وبالتالي الوحدة الوطنية الفلسطينية فوق أنها فريضة شرعية لا ينبغي التهاون فيها، هي أيضا ضرورة سياسية ووطنية بالذات في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية. من من منذ عدة أشهر، حوالي 5 أشهر أو 4 أشهر، انعقد لقاء في مدينة العلمين المصري بحضور الرئيس أبو مازن وبدعوة منه، وتم الاتفاق على لجنة للمتابعة. مع الأسف الشديد إنه هذه اللجنة لم تجتمع، كان ينبغي أن تجتمع مباشرة بعد انتهاء مؤتمر العلمين، لكن الدعوة لا تزال قائمة والفرصة لا تزال قائمة من أجل اللقاء لتثبيت الوحدة الوطنية وتكريس الوحدة الوطنية وتمتين الصف الفلسطيني بموقف وطني واحد وموحد في مواجهة هذا الاحتلال. صحيح، أشكرك شكرا جزيلا سيادة المستشار محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني من رام الله.